أهلا بيكي، مبسوطة جدا إن أنا معاك النهاردة، وأتمنى إن نقدر خلال السيشن دي إن نقدم خطوات واضحة وعملية للناس اللي حابة تقدم في الهاكاثون أو الكومبيتيشنز عموما. أهلا بحضرتك، اتفضل. تمام. طبعا أول حاجة يعني حابة أبدأ بيها هي فكرة الريسيرش نفسه. دايما في بعض الناس بتعتقد انه الريسيرش ده تو فايند ا سولوشن، ان انا بدور على حل. معظم الكومبيتيشنز او المسابقات بنتكلم في انه في تشالنج معين والطلبه بيبداوا يشتغلوا عليه، وفي الحاله دي هم بيدوروا على سولوشن او حل. بس في الحقيقه انه الريسيرش كمان بروسيس في الاساس، مهمه جدا البروسيس نفسها، وبيتم تقديرها من لجان المسابقات، بيتم تقديرها من لجان البحث العلمي او النشر العلمي. فعلشان كده دايما بحب اقول ان الريسيرش ده it's not only about answering questions، مش بس عشان نجاوب اسئله، لا، هو كمان انه to ask questions to find a process، ازاي ان انا يبقى لي سيستم معين او خطوات معينه اقدر امشي عليها طوال عمليه البحث العلمي علشان اقدر احقق نتيجة كويسة أو هدف معين، وفي نفس الوقت بتبقى بالنسبة للباحث نفسه خطوة لقدام. طيب لما نحب نعرف، ممكن دايما بنقول إنه في مشكلة problem أو في concept معين إحنا عايزين نتكلم عليه، أو في idea معينة الشخص بيفكر فيها. بقول دايما انه مهم قوي، زي مثلا في الهاكاثون ده، انه في عندي تشالنج موجود، فبنسمي التشالنج ده هو البيج كويستشن. لو الشخص بدأ يتعامل مع التشالنج مباشره، ممكن يتوه وممكن ما يقدرش في الاخر يوصل للسولوشن اللي هو بيدور عليه، او ما يبقاش عنده ريزلتس سبيسيفيك او حاجه ملموسه. فعلشان كده دايما بنقول ايه، لما يكون عندي تشالنج او عندي بروبلم انا بدور لها على حل، او بدور ازاي اعمل بروتوتايب للفكره بتاعتي او موديل او وات ايفر، لازم الاول احول البيج كويستشن ده لسمول بوينتس او سمول كويستشنز، وببدا اخد الكويستشنز دي وادور لها على حل من خلال سورسز مختلفه. ففي الحاله دي يبقى انا بدات اول الخطوات في البروسيس بتاعت الريسيرش، ان انا باخد عندي بيج كويستشن او بيج تشالنج، تيرن ات انتو سمول كويستشن، افكار بسيطه او نقط صغيره، وبعد كده ببدا اشوف ايه الريسورسز اللي ممكن تساعدني اني الاقي اجابه للكويستشنز دي. مثلا عندي لما ابدا اعمل الخطوه دي اللي هي ان عندي بيج كويستشن ده وعايزه احوله لكويستشنز صغيره، او ان انا ابدا ادور على سورسز لاجابتها، لازم يكون في ستيبس معينه او خطوات معينه انا عايز اعملها. اول حاجه ان انا اكون اورجنايزد، وممكن ناس بتحس ايه الاورجنايزيشن، احنا بنقول في كل حاجه ان احنا محتاجين نكون اورجنايزد، وان احنا لازم يكون عندنا نظام في كل حاجه. الحقيقه انه البحث العلمي الاورجنايزيشن فيه بيتعدى فكره ان انت تبقى شخص منظم بس، لا، الفكره لو فقدنا التنظيم ده بيبقى عندنا مشاكل كتيره، وهنكتشف النهارده لو احنا مش من الاول منظمين ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده. اول حاجه انا بعمل سكادول، يعني لازم بحدد انا التايم لاين بتاعي ايه. انا مشتركه في الهاكاثون مثلا وعندي سي 30 دايز، فانا هبدا احدد انه في تايم معين للتيم بيلدينج، في تايم معين اقسم التاسكس علينا، في تايم معين انه تو بيلد ا بروتوتايب او موديل او تو رايت ذا بروبوزل. لازم يكون عندي الجدول ده او التقسيمه دي عشان ما اتفاجئش في وقت معين ان كل المهام مطلوبه في نفس اللحظه، وانه في ورايا حاجه معينه لازم يعني اعملها والوقت مش كافي، وبالتالي في الحاله دي يبقى انا مش هعملها زي ما انا عايزه. وطبعا اهم حاجه وانا بعمل السكادجول وبكتب التاسكس والحاجات دي هو الديدلاينز، ومش معنى ان انا بكتب ديدلاينز ان انا بعمل ديدلاينز علشان اظبط ان انا هعمل عليها بس، لا، معنى بكتب الديدلاينز ان انا لازم ادي نفسي وقت كافي قبل كل ديدلاين، لانه ده هيخلي فيه كواليتي، فيه جوده في الحاجه اللي انا بعملها. عارفه كتير يعني ان في اوقات بنضطر ان احنا يعني تو ميت ذا ديدلاين، بس لو هي في تاسك واحده
ممكن الدنيا تبقى تمام. لكن لو انا بعمل to meet the deadline at the last minute في اخر دقيقه في كل التاسكس وفي كل البارتس، هلاقي نفسي قدمت تنازلات كتير. يعني هلاقي نفسي مش بشتغل كويس مع التيم، هلاقي نفسي باجي على الكواليتي شويه لاني مضطره ان انا اسلم. طيب من ضمن الاورجنايزيشن برضو المفيده يعني انه بلاقي نفسي عندي لو انا بجمع تاسكس من تيم، خلاص انا عارفه ان انا هاخد من الشخص ده في الديك الفلاني، فما يبقاش فيه بروبلمز او كونفليكتس مشاكل بين اعضاء الفريق. طيب حاجه كمان مهمه جدا لازم احطها في دماغي او ستيب مهمه من ضمن الاورجنايزيشن بتاعي ومن ضمن الستبس في الريسيرش، بنقول وايز يوسج فور دبل اسيتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول انه عندي كويستشن كبير ومطلوب ان انا اقسمه لسمول كويستشنز وادور في السورسز العلميه المختلفه تو فايند انسر. طيب السورسز دي تاخد وقت كتير ومجهود عشان اقدر الاقي السورس المناسب، خاصه في المجال العلمي او الاكاديميك، لانه بنبقى دايما بندور على sources حديثة بتغطي البوينتس الجديدة. دايما التشالنجز دي بتبقى بتتكلم على modern ideas او modern concepts، مش حاجات قديمة يعني. فعندي الحقيقة حاجة يعني تب اعتقد ان هي ممكن تبقى مفيدة للناس كلها، سواء انت بتفكر ان انت تشارك في competition او ان انت تكون بتكتب بحث او بتفكر انك تنشر ورقة بحثية او بتعمل proposal لأي competition. لما بيكون عندي source واحد انا وانا بدور لقيته وبدأت اشتغل فيه، دايما في نهاية كل سورس او كل بحث علمي في بارت في الاخر اسمه literature review. literature review ده بيبقى متجمع فيه او الباحث حاطط فيه كل المراجع اللي فادته في المجال ده. فمجرد ان انا لقيت سورس واحد كويس، لو رجعت للliterature review اللي موجود في نهاية البحث ممكن يقابلني يعني كنز treasure، الاقي فيه عناوين كتيرة جدا ممكن ألاقيها إن هي تقدر تفيدني أو تقدر توصلني للمعلومة اللي أنا عايزاها، أو إن أنا تجو ديبر يعني أنا عايزة تفاصيل أكتر أو ديتيلز أكتر، فممكن في البارت ده ألاقي الموضوع ده. فبدل ما أقعد أدور على كل السورسز اللي أنا هستخدمها، ممكن أستفيد من بحث واحد إنه يديني 5 سورسز أو 10 سورسز يساعدوني إن أنا أتحرك لقدام في الموضوع بتاعي. دايما بنقول الميموري، وكتير مننا بيبقى مثلا انتوا جروب قاعدين وبتتكلموا وبتتناقشوا في ايديا مثلا كتيم في المشروع بتاعكم، فبتيجي افكار في دماغكم فانتوا معتمدين على الميموري. فالحقيقه دايما بنقول ميموري كان بي تشيتنج، يعني لازم الشخص ما يعتمدش على الميموري. لازم دايما نفكر انه لو جات لي اي ايديا فكره اكتبها، رايت ات immediately، لانه ممكن بعد ثواني تنسوها. يعني يمكن الموقف ده كان بيحصل معايا لو بجهز مثلا بيبر لكونفرنس المؤتمر، وبعدين وانا جايه انام بالليل فانا قاعده مثلا عماله افكر في عنوان معين واشيل كلمات واحط كلمات واعدل، بعدين احس خلاص انا وصلت للعنوان اللي هو ايه البرفكت، يعني هو ده اللي عاجبني، واكرره لنفسي مره واثنين وثلاثه خلاص كده تمام انا هصحى الصبح افتكره. بعدين لما اصحى الصبح افتكر ان انا عملت كذا، ما افتكرش البرودكت او البرفكت تايتل اللي انا اشتغلت عليه او وصلت له. فعلشان كده بقول دايما نكتب ونسجل، والموبايل يعني سهل الموضوع ده، يعني سهل جدا ان الناس في اي وقت واحنا ماشيين في مواصلات في بنتحرك، لو فكره جت حتى لو انا مش حاسه انها فكره واضحه قوي ممكن اسجلها وبعد كده ارجع لها. برضو من الحاجات المهمه قوي انه تو تيك نوتس. To take notes لها علاقة بالبوينت برضو اللي احنا بنتكلم عليها دايما طول ما احنا بنتكلم على البحث العلمي، اللي هي لو انا بتناقش مع ناس لازم اكتب نوتس انا طلعت بايه من الديسكشن دي. لو انا باخد رأي ممبر مثلا او بروفيسور في ايديا او في بيبر او في اي شيء لازم اخد نوتس، لازم اكتب مثلا في بوينتس معينة دي advantages او في بوينت معينة دي I need to modify محتاجة اعدلها. لما بكتب النوتس دي لما برجع لها مش معنى اني كتبتها اني لازم اخدها، بس لما بكتبها بيبقى عندي الفرصه ان انا to think about it افكر فيها reflect about it، احدد بقى موقفي هل انا I want to modify عايز اعدل ولا حابب ان انا احتفظ بيها زي ما هي. عندي كمان بنقول ايه دايما all this good، بس في حاله ال scientific research بالذات في المجالات العلمية، يعني بما أن التطور فيها سريع قوي وكل يوم بيبقى فيه جديد وكل شوية بتطلع نظرية وبيطلع بحث
بيلغي النظريه دي او نتائج جديده. فعشان كده بنقول انه ما فيش مانع ان الطالب يلجا لابحاث قديمه شويه ممكن، بس نعتبر ان دي الجنرال ستيب او الفيرست ستيب، خطوه اولى بس، مش دي الخطوه الوحيده. يعني ممكن ارجع لبعض السورسز اللي تكون يعني فات عليها وقت شويه، بس مش لازم ده يكون الماجوريتي، مش لازم يكون الاغلبيه بتاعت السايتس بتاعتي، لا لازم يكون ده بيمثل بارت بس او نقطه انطلاق، وبعد كده لازم ابدا ادور على حاجات احدث، لاني لو اعتمدت على القديم ممكن اتفاجئ انه ظهر بعد كده ابحاث موثقه او تجارب بتلغي الفكره دي، ففي الحاله دي هبقى انا ايه متاخر عن المجال، او في جزء مثلا انا كتبته غلط. عمالين بنقول السورسز وان انا محتاجه عشان اجاوب الاسئله، ولازم محتاج ان انا استخدم قديم وجديد. ففكره السورسز هتاخدنا لنقطه مهمه جدا في مجال البحث العلمي، ومن المشاكل اللي بنلاقيها كتير. الجامعات بيحطوا بيستخدموا بعض الجامعات زي الجامعه الامريكيه استخدموا ماشينز او سبيسيفيك بروجرامز عشان يكتشفوها المشكله دي في اعمال الطلبه، ومحتاجة ان احنا نزود الوعي بيه. النقطة دي اسمها بلاجرزم، زي ما انتم شايفين كده، مجرد ان احنا نبص على الصورة البلاجرزم دي هي ملهاش اي تعريف غير ان هي سرقة بس، بقى بدل ما هي مثلا سرقة فلوس او سرقة بيت او سرقة حاجة، هي سرقة افكار. ولازم يبقى عندنا الوعي انه سرقة الافكار او سرقة التعبيرات او سرقة الكلمات هي خطر وجريمة زيها زي بالضبط الناس الثيفز اللي بيسرقوا أي حاجة. لما أبدأ أبص كده للتعريفات اللي مذكورة في كل الأماكن عن البلاجرزم، هلاقيها كلها تتكلم على إن الشخص اللي بيعمل الموضوع ده ما هو إلا ثيف، إنه بيسرق فكرة، بيقول على حاجة وما بينسبهاش للشخص الأساسي اللي قالها أو المصدر الأساسي، بيقدم حاجة ويقول إن هي فكرته هو وإن هو أول واحد يطلع بالفكرة دي، بس ده مش حقيقي، هو واخدها من مكان تاني. طيب إزاي أنا أبتعد عن الموضوع ده؟ لأن الموضوع ده مضر جدا. لو أنا بكتب ورقة بحث علمي وبحاول أنشرها هتترفض، لو أنا بكتب حتى personal statement وأنا بقدم في جامعة برة واكتشفوا إن أنا عامل الموضوع ده هترفض، لو انا بقدم في مسابقه وهكذا، ممكن بالعكس توصل كمان انه بعض الناس ترفع، يعني بقى في قضاء وحاجات من دي. طيب ازاي ابعد عن ده اللي ممكن يكون بيتم بحسن نيه او بدون تنظيم، شخص مش قاصد بس بتحصل معايا؟ لو رجعنا للفكره الاولى اللي انا كنت بقولها اللي هي بي اورجانيزد اند ستارت ايرلي، ان انا اعمل سكادجول، دي ممكن توفر علينا كتير. في ناس ساعات بتبقى عندها بلاجرزم في البحث بتاعها بس بشكل مش مقصود، هو فكرة وعجبه البارت ده وكتبه بس ما سجلش، وفي وسط الحاجات الكتيرة اللي بيعملها ما سجلش هو واخده منين، فخلاص لما جاي يسلم الدرافت الأخيرة هو مش فاكر، مش قادر يعمل citation ومش قادر يستغنى عن البارت ده، فخلاص بيسيبه. فعشان كده لو أنا بدأت من بدري واتنقلت بقى للخطوة الثانية، إن أنا كل ما أحصل على أي كوت أو أي idea بكتب جنبها ان انا واخدها من السايت او السورس، اسم الكتاب كذا او اسم الكاتب او اسم البحث مع البيج، ده هيوفر عليا كتير جدا، لاني في الحاله دي لما ابدا اخلص خالص الدرافت بتاعتي ومطلوب مني ان انا اعمل توثيق واكتب كل الحاجات اللي انا استخدمتها زي الباحثين اللي قبلي في البارت اللي اسمه literature review، هيبقى الموضوع بسيط ومش هياخد مني وقت، لاني مش هقعد ارجع لكل كتاب انا دخلته علشان اسجل مثلا انا جبته منين، لا خلاص انا اوريدي عامل ده مسجل نوت بكده، فده هيوفر عليا ويضمن ان البحث بتاعي ما فيهوش ثفت ما فيهوش سرقه. طيب عندي حاجه مهمه كمان، انا بقول ايه؟ بقول دلوقتي سجل البيانات. طيب انا سجلت البيانات بس انا مش عارف انا سجلت السورس ده ومش عارف ازاي ان انا اعمل له توثيق، هنتكلم على النقطه دي بس وهنحدد بعض اللينكات تساعدكم باذن الله وتخلي الموضوع سهل جدا. بس ما فيش مانع ان انا ممكن اسال تيتشر، اسال شخص بيحضر دراسات عليا، لان كل الناس بتبقى عندها المعلومه دي، ممكن اشوف سايتس زي اللي هديكم اللينك ليها النهارده ان شاء الله، او طبعا الناس المسؤوله في المكتبات خاصه في الجامعات او في مراكز البحث العلمي بيبقى عندهم فكره كويسه قوي من كده. طيب هقف عند
التو بوينتس دول ريفرنس اول ريسورسز وبارافريز او ريورد. ريفرنس اول سورسز زي ما اتفقنا هديكوا لينكس لاماكن معينه وهنتكلم عليها حاجه، بس هاجي عند البارافريز. النقطه دي، النقطه دي مهمه قوي. ساعات الناس بتقرا بحث وهي مش عايزه تاخد منه جمله بالظبط زي ما هي، بس هي في ايديا معينه لها علاقه بالفكره بتاعتي وبعتبر ان هي بتعمل دعم او سبورت للي انا بقوله، فانا بعبر عنها بطريقتي. ده اللي بنسميه البارافريز، يعني في ايديا وانا بعبر عنها بماي ووردز. ازاي وانا بعمل بارافريز اقدر احقق الفكره بتاعه الامانه او الانتجريتي، ان انا مش بسرق، ان انا I'm not plagiarizing any words from other people، مش باخد حاجه من حد. الخطوه الاساسيه هو ان انا بمسك الارتكل او البيبر او البارت اللي من التكست بوك اقراه كويس جدا، بحس ان انا فهمته. بعد كده بعمل سمري للبارت ده from my own mind using my own words، يعني بستخدم كلماتي انا، مش بحاول ان انا اخد كلمات من اللي موجوده في الارتكل اللي انا قريته مثلا. في نفس الوقت وانا بعمل كده لازم احاول ان انا ما اعملش معنى مختلف، لاني ما دام انا بستخدم حاجه معينه وعايز اعمل لها بارافريز اكون دقيق وبريسايز في الكلمات بتاعتي عشان احافظ على المعنى اللي موجود. كمان دايما في بارت كده جزء هنتكلم عليه، وحتى في البارت الاخير بتاعنا الخاص بالاكاديميك رايتنج والرايتنج بروبوزل اللي هو البروف ريد. والبروف ريد ده مهم جدا عشان لما انا امسك الحاجه بعد ما كتبت واقراها احس ان انا فاهمه، احس ان الافكار ماشيه بشكل منتظم، احس ان لو حد خدها مني وقراها هو قادر يفهم اللي مكتوب ده. اخر بوينت في البارافريز هي عباره عن ريتشيك ذا ريليفنسي اوف ذا سايتيشن. لو البارافريز بتاعي مظبوط ممكن ما احتاجش ان انا اعمل سايتيشن، لكن لو انا حسيت بعد ما عملت السمري وكتبت انه شبيه قوي او الكلمات قريبه قوي من اللي موجود في الارتكل، في الحاله دي لازم اعمل ريفرنس، اعمل اشاره للشخص صاحب الموضوع الاساسي. وفي ناس بتعتقد، يعني دي ما اعتقاد خاطئ، انه كل لو انا كل ما اكتب حاجه بقول انها من عند فلان، او لو انا في السورسز بتاعتي حاطط سورسز كتير ده معناه ان انا ما جبتش حاجه من عندي. لا، دي مش حقيقه. دايما في مجال البحث العلمي كل شخص بيبني على اللي قبله، ودي حاجه كويسه وشيء كويس ان يظهر في البحث العلمي بتاعك انك انت مطلع على اللي قبلك وقدرت تحدد ايه النقط القريبه او لها علاقه بالموضوع بتاعك، وبالتالي انت قادر ان تستخدمها بشكل صح، فما نقلقش من النقطه دي ولا حاجه. طيب، بنقول انه ريفرنس او نوثق، نعمل توثيق لكل السورسز. لو انا خدت كوت، خدت جمله من كتاب، خدت ايديا مش بتاعتي اصلا بس انا بعمل عليها موديفيكيشن او بعمل عليها تعديل، وده طبعا بيبقى شيء اساسي في كل المسابقات العلميه او اوراق البحث، انه ما فيش حاجه بتتخلق كده من العدم، لا انا ببدا من نقطه حد وصل لها وبعدين بكمل، في شخص هيجي بعدي برضو يبدا من النقطه اللي انا وقفت عندها وهكذا. طيب، السايتيشن ده انواع كتير زي ما انتم شايفين كده، في عندي شيكاغو، في عندي AIP، هارفارد، APA، MLA. مش هنتكلم على كل الانواع، هنتكلم على يعني اكتر نوع اساسي موجود دلوقتي في المجال العلمي. كل المسابقات اللي موجوده في مصر بتطلبه، الجامعات المصريه في مجال الدراسات العليا بيطلبوه، الجامعه الامريكيه في كل دبلومات الدراسات العليا برضو بيطلبوه، اللي هو الـ APA. هو من فيرجنز، يعني ممكن الاقي APA 6 APA 7، بس ما فيش فروق جوهريه في الاخر اقدر ان انا اعمله بشكل بسيط. طبعا زمان كانت الناس بتعمل السايتيشن يدوي، يعني بيقعد يكتب، ولما ظهر الكمبيوتر بقوا هم اللي بيكتبوه على الكمبيوتر، بس برضه مطلوب منه يعرف ايه نوعيه الخط وامتى هيعمل خمائل وامتى هيعمل اندرلاين وكم مسافة يسيبها وهكذا. لكن الحمد لله في الوقت الحديث اللي احنا فيه ده ما شاء الله عندنا كذا سايت، برضو دوها هشارك معاكم اللينكات ليهم، بيعملوا السايتيشن اوتوماتيك ومجانا. مجرد ان انت بتدخل اسم الكاتب مثلا، بيطلب منك بعض البيانات، اسم الكاتب او اسم الكتاب او اسم البحث، اسم المجلة العلمية اللي انت واخد منها، رقم البيج، السنة، بعض البيانات اللي انت سجلتها بقى في النوتس بتاعتك، مجرد انك هتدخلها هيطلعه لك معمول بكل المواصفات القياسيه، وما عليك غير ان انت هتاخده كوبي بيست وتحطه في
البروبوزال بتاعك او في الريسيرش بيبر بتاعك. فطبعا دي من الحاجات اللي وفرت علينا كتير جدا في الوقت الحالي، يعني في ان احنا نعمل السيتيشن بتاعنا. طيب لما اجي اتكلم، في عندي هنا 5 ويب سايتس، الخمسه دول بيعملوا سيتيشن فور فري مجانا، وفي نفس الوقت بطريقه سهله. يعني مجرد انك تفتحها يطلب منك انت عايز تعمل سيتيشن بايه، هل لكتاب، هل لمقال، هل لتشابتر في كتاب، هل لايمج صوره، هل لفيجر، فيديو ايمج، اي حاجه. فدي من الحاجات يعني اللي بقى انا بالنسبه لي بعتبر ان هي ممتازه وبتسهل كتير، وبنستخدمها دايما لما نكون بنعمل بيبر لكونفرنس او اي ورقه بحثيه يعني. ففي الحاله دي مجرد ان انا بدخل على الاماكن دي ببدا اختار انا عايز ايه بالظبط، وفي الاخر بعمل في اوبشن كده سايت يطلع لي على طول السيتيشن اللي انا محتاجه احطه الفاينل فورم، وببدا استخدمها. وطبعا الموضوع بيوفر وقت وجهد كبير، بس في حاله ما انا التزمت وكتبت نوتس بالحاجات اللي انا خدتها او السورسز اللي انا استخدمتها. فايل كده المفروض نعمل فايل انه بنبقى حاطين فيه كل السورسز اللي استخدمناها، ولو خدنا كوتس او بارتس محدده اكتب رقم البيج، او ممكن اعمل لها هايلايت انسايد ذا سورس اتسلف، عشان زي ما قلنا ميموري كان بي تشيتنج. طيب وانا بعمل كل الحاجات دي في سكيلز معينه عشان اعمل جود ريسيرش، انا محتاجه سكيلز معينه تكون عندي. والحقيقه ان فكره السكيلز دي هي يعني مش هنقول ان هي صعبه، بس في نفس الوقت it needs efforts. يعني عشان to develop a skill you need efforts، بمعنى انه لو انا بعرف knowledge او content معين انا هقراه واذكره وافهمه، لكن اي نوع من السكيل ده بيحتاج practice. دايما السكيل عشان تتحسن واقدر استخدمها بتعتمد على مدى ممارستي ليها، مدى محاولة تطويرها او تحسين ادائي فيها. ممكن ابدا في وسكيل معينة عندي ضعيفة، وفي الاخر اتفاجئ ان هي مع كثره الممارسه اتطورت جدا. طيب زي ايه سكيلز اساسيه انا محتاجاها عشان اكون يعني نقول ايه جود ريسيرشر؟ اول حاجه ازاي اتعرف على السورس الكويس، بمعنى ان انا اول ما اكتب التايتل بتاعي او التشالنج بتاعي هلاقي طالع لي كم يعني نتائج رهيب على الانترنت، والانترنت يعني زي ما هو مفيد، بس كثرة العناوين اللي بتطلع لي بتسبب مشاكل، يعني ممكن تسبب ان الشخص يبقى تايه. ففي الحالة دي بنقول انه يعني في حاجات بتبقى زي ما احنا متعودين ان السايتس اللي هي بتنتهي ب edu gov org دي اكتر يعتمد عليها عن السايتس اللي هي منتهية ب .com او .net. هل معنى كده في ناس بتقول بس انا بيطلع لي results اكتر في الدوت كوم ودوت نت؟ عادي جدا، زي ما اتفقنا في انه ممكن استخدم sources قديمه وابدا بيها، بس بعد كده اتحرك للsources الحديثه. برضو انا ممكن ابدا بsources دوت كوم ودوت نت عشان اجمع general ideas او اعمل to form my questions، لكن عشان to find the answers عشان اجاوب الاسئله دي لازم اروح لاماكن يكون يعتمد عليها زي الاكزامبلز. برضو نقطة كمان، مين الشخص اللي أنا باخد منه المعلومة؟ دلوقتي عندنا بلوجرز كتير، وعندنا ممكن أي شخص فينا يعمل سايت على جوجل مجانا ويحط عليه اللي هو عايزه. فلازم أفكر الانفورميشن أو الداتا أو الديتيلز اللي أنا باخدها دي أنا باخدها من مين؟ هل ده شخص متخصص في المجال، ولا مجرد شخص جرب أنه يعمل سايت أو بيعمل فيديو؟ وفي الحالة دي أنا مش هبقى I'm not sure من الموضوع ده. وطبعا في ترشيحات عظيمه يعني دلوقتي للسايتس اللي ممكن نعتمد عليها في البحث العلمي. عندنا جوجل سكولر كبدايه، او جوجل بوكس ممكن نلاقي فيها يعني سورسز كتير. في عندي ريسيرش جيت، دي من الاماكن برضو اللي اقدر اعتمد عليها. science.gov دي من الاماكن العظيمه جدا. وورلد وايد ساينس، وفي اخر السيشن ان شاء الله دي لينك فيها كل السايتس اللي بيعتمدوا عليها في الجامعات حاليا، سواء لعمل افكار او بروبوزلز للمسابقات او لعمل ورقه بحثيه. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي، دي من الحاجات الاساسيه اللي اي باحث بيحتاجها. طيب نيجي بقى للسكيلز اللي ممكن نقول عليها ان هي related to our personalities، يعني مرتبطه اكتر بشخصيتنا.
مهم جدا ان الباحث يكون problem solver، سواء هيشتغل individual او هيشتغل in teams. البروبلم سولفر ده محتاج مهارات عشان يبقى شخص بروبلم سولفر، اهمها انه يبقى اكتف ليسنر. يعني ايه اكتف ليسنر؟ الاكتف ليسنر ده شخص بيسمع بجد. ساعات كده حد بيكلمنا فاحنا بنهز راسنا ومبتسمين واحنا مش مركزين اصلا بيقول ايه، وفي بعض الاوقات بنبقى بدل ما نسمع هو بيقول ايه بنجهز لما هو يخلص احنا هنرد نقول ايه، فبيضيع مننا كل المطلوب. طبعا الاكتف ليسنر ما بيعملش كده، الاكتف ليسنر بيبقى مهتم، بيسمع كويس اللي قدامه بيقول ايه، بيرتب في دماغه الافكار اللي بتتقال مش الرد اللي هو هيقوله، بيبعد تماما عن انه يدي جادجمنت، ما يحكمش. يعني مش لازم اول ما شخص يتكلم لا 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 ده الراي اللي هو بيقوله في البحث بتاعي ده ملوش اي لازمه، الكلام ده مش مظبوط، وبرمي بقى كل اللي بيقوله. لا، الاكتف ليسنر بيسمع كويس، بيسجل النوتس حتى لو كانت هي نقد لي انه حاجات مش كويسه، وبعد كده هيبدا يستخدم مهاره تانية وهي الكريتيكال ثينكينج عشان يشوف هل الملاحظات اللي اتقالت له وهو سمعها باهتمام دي بجد هل هي محتاجه فعلا تعديل، هل هي مظبوطه، لانه في الاخر كل واحد فينا هو اللي بياخد القرار، يعني ما فيش حد بياخد القرار بدلنا، احنا اللي بناخد القرار، هل هنعمل موديفيكيشنز التعديلات دي، هل هنكمل في الطريق ده، هل هنلغي نقطه هنضيف نقطه. فلو عملنا الاكتف ليسننج هنقدر نعمل الكريتيكال ثينكينج اللي بالتالي هيفيدنا في ان احنا ناخد الخطوه الثالثه اللي هي ديسيجن ميكينج. كتير جدا واحنا بنعمل بروبوزال او ريسيرش بيبر او داخلين كومبيتيشن بيجي علينا خطوات او مراحل كتير محتاجين تو ميك ا ديسيجن او تو تيك ا ديسيجن الاثنين. ففي الحاله دي لازم نكون الديسيجن اللي هناخده ده مبني على حاجات معينه ملموسه، هتكون عن طريق ان انا سمعت وفكرت وقدرت ان انا ناقش من ضمن الاكتف ليسننج، ان انا بناقش مع لو انا عندي في وسط تيم مثلا او لو انا باخد راي زميل لازم بكون بعمل ديسكشن. ففي الحاله دي ده هيساعدني، بنقول ان هو انفورمينج ماي ديسيجن، يعني بيساعدني ان انا اخد القرار بتاعي. من ضمن الحاجات برضو اللي في البروبلم سولفينج هي التيم بيلدينج، ويمكن مستر مصطفى قبل كان بيتكلم على البيلدينج التيم بالنسبه للهاكاثون، بس هنا التيم بيلدينج بنتكلم بشكل مختلف. في بعض من الاوقات بنبقى محطوطين في كومبيتيشنز تنظيم الجروبس فيها عشوائي، وفي بعض الاوقات بيبقى عندنا الاوبشن ان احنا تو فورم اور تيمز. لو انا شخص عندي البروبلم سولفينج سكيلز، يعني انا اكتف ليسنر وكريتيكال ثينكينج، في الحاله دي ممكن اشتغل مع اي تيم واقلل المشاكل تو ذا مينيمم، يعني الاقل حد ليها. طيب لو انا اللي بكون تيم برضو المهارات دي هتفيدني، لاني هقدر من خلالها احدد مين الشخص اللي هيقدر انه يكون عنده نفس المهارات، مين الشخص اللي هو ممكن لو احنا بنعمل ديسكشن او بناخد قرار معين هنقدر نعمل ده من غير ما يكون في بروبلمز، مين الشخص اللي هيلتزم بالديدلاينز او بالتاسكس المطلوبه منه وهيعملها في نفس الوقت بكواليتي. عشان كده دي خطوات مهمه. البارت الثاني من الكوميونيكيشن سكيلز، دي من السكيلز المهمه، طبعا هي مهمه في العصر الحديث يعني، بس يمكن هتكلم عليها بشكل مختلف. الكوميونيكيشن سكيلز يعني مش هنا مش بتكلم مثلا على التواصل عموما، لا انا بتكلم ازاي ان انا اقدر تو اسك كويستشنز. عندي انواع كتير من الكويستشنز انا بحتاجها في البحث العلمي، في عندي حاجه اسمها كلاريفيكيشن كويستشنز، لو شخص او بروفيسور بيناقشني او بيكلمني لازم اتاكد ان انا فاهم قصده، مش مثلا في ناس بتبقى ساعات شاي يعني محرجه ان هي تسال او خايفه ان تبان ان هي مش فاهمه لو سالت، لا جزء كبير من البحث العلمي هو ان انا اسال. المهم الطريقه انه ازاي اسال السؤال بتاعي بشكل مناسب للشخص اللي انا بساله. اكيد لو هسال مثلا ممبر ان ذا تيم هيبقى بطريقه مختلفه عن ان انا بسال كوليج زميل، او ان انا بسال بروفيسور، او ان انا بسال سوبرفايزر مشرف وات ايفر. فلازم اعرف ازاي اسال الاسئله اللي توضح لي الكلام اللي انا بسمعه او توضح لي النقط اللي غايبه عليا. ثاني حاجه انه تو يوز يور نتورك. وكتير جدا بنبقى مثلا عاملين عندنا فكره ومحتارين في نقطه وبعدين قاعدين مع نفسنا طول الوقت. مفيد جدا ان انا الجا لماي نتورك، يعني ببدا ادور كده مين الشخص اللي ممكن يفيدني لو انا باخد رايه في الديزاين،
مين الشخص اللي ممكن يفيدني لو انا باخد رايه في اللانجوج اللي انا كاتب بيها. وده ذكاء في استخدام النتورك. لو بصيت في النتورك بتاعتي المعارف بتوعي هلاقي شخص بيعرف في مجال معين، كل واحد ليه مجاله. الذكاء بقى بتاعي ان انا اتعامل مع كل شخص او اطلب المساعده من الشخص في المجال بتاعه عشان اقدر اخد راي يكون مفيد ليا. وكلمه النتورك بقى هتاخدنا للنقطه الثالثه في الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي البير ريفيو. يعني لما بنكتب ريسيرش بيبر او بروبوزل بنبقى حاسين انه ايه يعني الموضوع مش قادرين نحدد لانه بتاعنا، لكن لما بناخد راي شخص تاني اكيد ده هيفيدنا جدا ويوضح لنا وجهه نظر تانية. هنيجي بقى للبارت بتاع الرايتنج، والرايتنج فيه جنرال سكيلز يعني موجوده في كل انواع الرايتنج. لو حد بيكتب كرييتيف رايتنج زي شعر وروايه ومسرحيات او نقد ادبي هيحتاجه، لو حد بيكتب بحث علمي هيحتاجه. طبعا اللي هي السبيلنج والبونكتويشن، ان انا اكون قادر اني افهم كويس اللي انا بقراه عشان اقدر اعبر عنه كويس. الباراجراف بتاعي يكون مبني بشكل منظم عشان اللي يقراه يقدر يفهم انا عايز ايه واوصل فكرتي بشكل صح. ان انا اكون عارف ايه التايبس اوف رايتنج، يعني انا هكتب في عندي انواع كتير. هل انا بكتب بيرسويسيف اساي مقال بحاول اقنع بيه الناس، ولا انا بكتب ريفلكتيف اساي بتامل فيه او بفكر في حاجات معينه ببحثها، بروسيس اناليسيس اساي بحلل عمليه معينه او تجربه معينه. لازم احدد ايه النوع من اللي انا بكتبه، وفي الحاله دي بعمل ايه تو بيلد ماي بيبر اكوردنج تو ذس، يعني بعمل الورقه بتاعتي البحثيه حسب النوع ده. وطبعا اخر جزء وده هنجيله دلوقتي بالتفصيل الايديتنج والرايتنج. الايديتنج ده ممكن ابداه بشكل بسيط ان انا بعمل لنفسي سيلف اسسمنت. وفي هنا حاجه عشان ما ننساش وانا بعمل ايديتنج اسمها كابس. كابس طبعا مشهور في الافلام الامريكيه ان الكاب ده اللي هو ضابط البوليس، فاحنا هنعتبر نفسنا ان احنا الكابس بتوع البيبر بتاعتنا. وهنبدا نبص على الكابيتالز، هل انا مستخدميها مظبوط، الاورجنايزيشن بتاع البيبر بتاعتي والباراجراف، البانكتويشن والسبيلنج. وعندي فورم كده شايرها معاكم هنا اسمها كابس اديتنج تشيك ليست. هلاقي فيها ايه البوينتس، انا كتبت الريسيرش بيبر وعايز قبل ما ابعتها الفاينل درافت اتاكد ان هي مظبوطه. فدي البوينتس، ادي السيل او بي اس، وتحت كل واحده بوينتس معينه، وببدا احاسب نفسي كده انا اللي بصحح لنفسي هل هي موجوده ولا لا. طيب انا عملت الايديتنج دي بنسميها يعني البدايه استامبل. الاعمق منها والاكثر اهميه بقى كمان الريفايزنج. الريفايزنج ده بقى مش بيتكلم بس على اللانجوج يعني، لا بيدخل بقى في طريقه تنظيمي للافكار. بعد ما بكتب البيبر وابدا ابص عليها ممكن الاقي ان في تفاصيل معينه في فكره انا مش عاملها، وممكن الاقي انه في جزء انا محتاجه اشيله كررته، وممكن الاقي في جزء انا محتاجه انقله لحته ثانيه لانه جاي في مكان غلط. لا ده الفكره دي اتقالت في الباراجراف الثالث وانا كاتب البارت ده في الرابع، لا الافضل احطها. وممكن الاقي ان في جمل معينه انا محتاجه اشيلها خالص لان اسلوبها مش مناسب داخل الباراجراف ومحتاجه ابدلها. وعشان كده بنقول ان الريفايزنج بيخلي البيبر الاسلوب بتاعها يعني مظبوط اكتر، ويخلي الناس اللي بتقرا قادره تفهم اللي انا بقوله بشكل افضل. طيب ده كل اللي انا قلته ده بينطبق على كل انواع الرايتنج، على الاكاديميك رايتنج بس كتفاصيل. مثلا انا بقول اعمل بلان اند ستراكشر للاورجنايزيشن بتاعي، انا بحدد الريسيرش بيبر بتاعتي او البروبوزال اللي انا بكتبه. طبعا دايما بيبقى مطلوب بارتس معينه في كل بروبوزال حسب نوع المسابقه، زي الهاكاثون مثلا محددين ان انا في عندي هكتب ابستراكت، هكتب انترودكشن، هكتب ريزلتس، هكتب ديسكشن. في الحاله دي لازم ابقى عارفه كل بارت من ده ايه اللي بكتبه فيه. طبعا اتفقنا انه فيدباك ده مهم، اللي هو نفسه بيساوي معنى كلمه بير ريفيو او انه يوز ماي نتورك. ممكن الفيدباك ده اخده من بروفيسور، ممكن اخده من كوليج، ممكن اخده من ماي تيم ممبرز على البارت اللي انا عملته. في عندي بقول ريد اند رايت از ماتش از يو كان، لانه لو انا دخلت او قريت كتير هطلع كتابه مميزه. لو مش بقى ما بستخدمش القرايه كتير هيبقى الكتابه بتاعتي اقل في المستوى. وطبعا عندي كمان حديثا يعني
في الفتره السنوات الاخيره اونلاين ايديتنج اند بروف ريدنج ريسورس، يعني اماكن موجوده اونلاين بحط فيها الحاجات اللي انا كاتباها وبتساعدني ان انا احدد هل هي مظبوطه ولا لا. عندي جرامرلي وده يعتبر بسيط شويه، وعندي الاحدث منه وبيدي فيدباك اعمق شويه على الستراكشر والاورجانيزيشن هو برو رايتنج ايد. طيب ايه الفيتشرز اللي لازم تكون موجوده في البحث العلمي؟ يعني لما امسك البروبوزل بتاعكم مثلا في الهاكاثون اقدر اقول ان ده بينطبق عليه انه ريسيرش بيبر او بروبوزل. اول حاجه لازم استخدم الفوكاب الاكاديميه او المظبوطه اللي هي مش بنستخدمها في اللغه العاميه بتاعتنا او في اللغه اليوميه. والحقيقه في ناس الموضوع ده بيلخبطها كتير، يعني ايه فوكاب مش عاميه او يعني ايه فوكاب مش بتاعت كل يوم بالذات في الانجليش، يعني ممكن في العربي نبقى عارفين ان ده عاميه وده كذا. في اللينك اللي انا حطها دي بعض الاكزامبلز للكلمات اللي انا بستخدمها اللي هي بتدي معنى محدد دقيق، وده من صفات اللغه العلميه او الاكاديميك رايتنج، وفي نفس الوقت بتديني ليها كل الاشكال بتاعتها. يعني مثلا لو عندي كلمه كونسبت بيكتب لي، يعني بدل ما اقول ايديا لا بقول كونسبت مثلا، فبيديني كل الفورمز بتاعه الكونسبت، يعني امتى الكونسبت تبقى فيرب، ايه الفورم بتاعتها، يعني عايزه اقول كونسبتوالايز كونسبتوالايزيشن، فبيديني كل الدرايفاتيفز المشتقات منها. طيب برضو عندي في الفيرب في فورمال لانجويج ان الفيرب بتاعي يكون كلمه واحده، يعني ما بقولش مثلا بدل ما اقول سيت اب فبقول لا استابليش، كلمه واحده مش فريزال فيرب بيتكون من اتنين، دي من صفات الاكاديميك لانجويج. برضو ما بستخدمش كونتراكشنز، يعني بدل ما اقول cannot سوري بدل ما اقول can't بقول cannot will not does not، فدي من الحاجات الاساسيه. عندي هنا بقول clear statement، وclear statement معناه انه ما نستخدمش اللي هي التعبيرات الجماليه، يعني مش بستخدم استعاره ولا بستخدم تشبيه، لا لازم بوضح الفكره اللي انا عايزاها مظبوط. ومن ضمنها برضو ان انا مش بستخدم rhetorical questions. rhetorical questions يعني اسئله مش مطلوب لها اجابه، انا بقولها بس يعني ايه اللي هي في بعض الاوقات في البرزنتيشنز بنقول عشان ايه نثير انتباه الشخص، لا مش المفروض في الورقه البحثيه، ممكن استخدمها في البرزنتيشن لكن مش المفروض في الورقه البحثيه بتاعتي. برضو بنقول impersonal language، العلامة الأساسية في impersonal language إن أنا ممكن أستخدم كل الباسيف language اللي هي المبني للمجهول يعني بكل صوره، ممكن أقول it is considered أو ممكن أقول الايديا نفسها، لأن الباسيف فكرته إن أنا مركز على الفكرة مش مركز مين اللي بيعملها، فبدل ما أقول مثلا I wrote the research أو the research was written and so on، فببعد كتير يعني بحاول على قد ما اقدر ما بستخدمش اي، ما بستخدمش وي، ما بستخدمش ذا تيم. بدل ما اقول اي ثينك ويبقى كده استخدمت اي، فانا هقول ذير از، بدل ما اقول اي فيل هقول اتس لايكلي. وفكره اتس لايكلي هتقودنا للنقطه الثانيه انه دايما في البحث العلمي ما بتكلمش بلغه قاطعه، لانه في الاخر احنا بنفترض بندي هايبوثيسس فرضيات وبنحاول نثبتها، وممكن في المستقبل ان هي ما تطلعش مظبوطه، او ممكن انا نفسي بعد ما اعمل البحث ما تطلعش مظبوطه، فبنستخدم دايما expressions زي it's possible that it may it appears to، يعني ما بديش بقى ان هو ده لا ده اكيد صح او انه absolutely this is what you need، او ممكن ده نشوف اعلان advertisement مثلا او commercial، لكن ما بنستخدموش في اللغه العلميه. من ضمن الحاجات اللي تخص اللانجوج انه عندي روابط transitions عشان اللي بيقرا يحس باللي هو اللي انا بكتبه سلس وبينتقل خطوه بخطوه بشكل طبيعي وقادر يفهم. الترانزيشنز دي ممكن تكون تخص التايم، انا عايزه ارتب حاجه، عايزه اقول انا عملت ده الاول وبعدين ده، ففي الحاله دي بقول first second after that. ممكن تكون تخص اللوجيك او ان انا عايزه اقول reasons زي مثلا عايز اقول despite in spite of although furthermore in addition to، كل الروابط اللي انا بستخدمها. وميزه الروابط دي كمان ان هي توصلني للبوينت دي اللي هي compound sentences، او ان انا هستخدم clauses more than phrases، لان الروابط دي بتخليني اربط جمل ببعضها، فبدل ما يبقى الباراجراف بتاعي متقسم لجمل كتير قوي قصيره فيخلي اللي بيقرا الافكار بتضيع منه، لا انا بربط الجمل بتاعتي بروابط بتدي معنى، فده بيحقق نتيجة أفضل. طيب
البارت ده يخص البروبوزل، والحقيقة حبيت أعمله بالشكل ده، إنه بيعمل زي comparison ما بين main parts اللي دايماً الناس بيتلخبطوا فيه. كتير جداً من الطلبة لما بيجي نقرأ proposals الـ competitions أو posters أو research papers بنلاقي إن مش قادرين يفرقوا بين الـ abstract والـ introduction. الـ abstract هي دايماً بتبقى أول part موجود سواء في poster أو في research paper، ويليها الـ part بتاع الـ introduction. لما هتكلم بالنسبة لفكرة الـ posters أو الـ البروبوزلز اللي انتوا بتقدموه في الهاكاثون او other competitions، دايما الابستراكت ده بيبقى يعني بيديني information معلومات عن المحتوى اللي انا هقراه بعد كده في البوستر، ايه اللي انا هشوفه او ايه اللي انا هتعامل معاه في البوستر ده. وفي نفس الوقت انا عندي تشالنج معين، فهو هيديني يعني زي بريف كده مختصر عن المشكلة اللي أنا بتعامل معاها وإيه الconclusion اللي أنا وصلت لها في الآخر. ومن الحاجات المهمة جداً اللي كتير ناس بتنساها، إنه في الأبستراكت ما بنحطش لا figure ولا citation ولا image ولا أي حاجة من الحاجات دي، ده من الفورمات بتاعه. يعني ما بناخدش quote مثلاً ونعمل له citation توثيق، يعني ما بناخدش مثلاً اقتباس من حد أو جملة أو أي حاجة من الحاجات دي، مش مفضل أو مش مطلوب خالص في الأبستراكت، ومش مطلوب ان احنا نحط فيجر او مثلا اي كايند اوف تيبلز او جرافز او اي حاجه من الحاجات دي. ممكن نعمل حاجه زي كده في الانترودكشن. في الانترودكشن بقى بنعمل ستيتمنت اوف ذا بروبلم بشكل واضح، بنحدد ايه الاسئله اللي احنا عايزين نجاوب عليها في التشالنج ده، بنحدد ايه الهايبوثيسس بتاعتنا، يعني ايه الفرضيه اللي احنا افترضناها وبناء عليها هنبني الحل بتاعنا. ممكن نحط quotation أو quote في الintroduction، بس لازم ما يكونش طويل، ووارد إنه ممكن نحط figure، بس طبعاً يعني إيه مش نحط بقى كذا quote وكذا figure. ده البارت الأولاني الابستراكت والإنترو. لو في أي أسئلة تخص البارت ده ممكن نحطها في question and answer وبإذن الله نبدأ. الجزء الثاني برضو اللي أنا حطاهم مع بعض comparison عشان يبقوا واضحين أكتر، هما methods والresults. methods and results. methods أنا بعمل description مفصل بالخطوات بتاعتي. لو أنا مثلا عامل I'm building a prototype أو making a model أو whatever، بعمل كل steps، بعمل experiment scientific experiment، بعمل كل steps اللي أنا مريت بيها in details وكل البيانات وكل حاجة أنا استخدمتها. لأنه في الآخر الميثود دي عشان أنا أقول إنها ميثود جيدة واللي كتبها بكفاءة بكواليتي، معناها إن أنا لو خدت الميثود دي وديتها لإكس بيرسون شخص تاني وقلت له اعمل لي الحاجات دي، يطلع يعني بالضبط يلاقي نفسه ماشي بطريقة سلسة بكل الخطوات لما يوصل اللي أنت وصلت له أو اللي أنت وصلتي له. فعلشان كده الميثودز دي بتبقى محتاجة مننا دقة شوية في اللانجوج وإحنا بنكتب، وبتبقى فيها ديتيلز كتير، ومن البارتس المهمة جدا في أي بروبوزل أو ساينتيفيك ريسيرش. البارت التاني بقى هو الريزولت. أنا بعمل خطوات في الميثودز، وأنا عندي هايبوثيسس، بعمل suggestion for a solution، بقترح حل. في الريزولتس دي بقى أنا بعمل ملخص لإيه اللي أنا وصلت له، لأنه وارد جداً ساعات في ناس إنه بيطلع نتائج مختلفة عن اللي أنا كنت مفترضاها في الأول، أو وارد إن أنا أكتشف إن حاجة كويسة حصلت زيادة، أو وارد إن أنا ألاقي إن اضطريت أعدل بوينت معينة أو فاكتور معين مؤثر معين أو عامل علشان أحصل على النتيجة. ممكن كمان أكتب فيها إنه النتيجة في أول محاولة طلعت كذا، وبعد كده لما عدلنا 1 2 3 قدرنا نوصل للمطلوب وهكذا. عشان كده الريزلتس دي بتبقى بارت مهم وبيحتاج analytical tools، يعني عشان الشخص يفهم من بشكل سهل ايه اللي انت وصلت له او ايه اللي انت وصلتي له او research paper دي وصلت لايه. في الحالة دي بقول
حط البيانات الاساسيه لو في نمبرز او في اي نتائج ملموسه يعني في جرافز وتيبلز. ده اخر نقطه هي الديسكشن والكونكلوجن. الديسكشن دي ان انا ببدا اناقش الريزلتس على اساس علمي، ببدا اعمل لها تفسير. مفيش حاجه بتيجي كده، لازم في مثلا ليرنينج اوتكم معين انا برجع له، سبيسيفيك ثيوري، نظريه في الفيزيكس، نظريه بحث علمي معين، فلازم انا اشرح النتائج بتاعتي على اساس علمي. ما ينفعش ان انا اقول انا حطيت ده على ده فطلع لي كذا، الحاله دي مش هيبقى بحث علمي. فالديسكشن دي بتوضح ان الشخص ده باحث فعلا، قادر يفهم النتائج اللي طلعت له، لان لو انا قادر افهم النتائج اللي طلعت ده معناه ان انا اقدر اطورها او اقدر احسن منها او اقدر ان انا احول الساينتفك ريسيرش ده لشيء فعلي ممكن يتنفذ في ارض الواقع وناس تستفيد منه، او ممكن يبقى اختراع والناس تبدأ تنفذه وهكذا. هاجي بقى للconclusion، والconclusion دي من الحاجات اللي الناس يعني بيحصل فيها يعني misconception كتير عند الناس. في ناس بتعتقد انه في الconclusion انا بعمل summary بكل part في البوستر او في الresearch paper، يعني بعمل summary للabstract على الintro methods والresults والdiscussion والmethods كل حاجة، وده مش مظبوط. ممكن احنا في متعودين في العربي مثلا او كده على الحكايه دي ساعات في بعض الانشطه يعني. لكن ده مش حقيقي بالنسبه للريسيرش بيبر، مش مطلوب مني خالص اي سمري. مطلوب مني ان انا بدي شورت او بريسايز ستيتمنت عن الريسيرش بيبر، اللي هو يعني بعمل زي ريفريزنج كده للريزلتس اللي انا طلعت بيها مع المينينج بتاعها اللي انا اشرحه بالتفصيل في الديسكشن. بارت مهم منها جدا هو الريكومنديشنز، لانه معناها انا مثلا عملت البحث ده او عملت التجربه دي، بس انا رايي انه لو في امكانيات ماديه اكتر مثلا وغيرت الماده دي بالماده دي او ضفت كذا ممكن احقق نتيجه افضل، او ممكن اوفر طاقه او اوفر كهرباء. طبعا ده بيختلف من مشروع لمشروع. ففكرة الريكومنديشنز دي شيء عظيم جدا، لانه ممكن باحث يجي ياخد من الورقه البحثيه بتاعتكم ويكون عنده الامكانيات انه يعدل ويعمل ده، او ممكن شركه يعجبها الفكره بتاعته ويكون عندها الامكانيات ان هي تنفذ الريكومنديشن دي، وبالتالي يبقى الفكره النظريه دي اتنفذت على ارض الواقع، شيء وارد. الكونكلوجن احنا مش بنحط فيها ريفرنس، لانه في بارت لوحده يخص الريفرنسز او السيتيشنز او الليتريتشر ريفيو، بنحط فيه بالتفصيل كل السورسز اللي فادتنا في اثناء بحثنا عن الخطوات دي، لانه في الحاله دي هيجي شخص تاني يستفيد من البحث بتاعي ويستفيد من الليتريتشر ريفيو اللي انا حاطاه. اتمنى يعني نكون غطينا اهم البوينتس اللي تخص الريسيرش والسكيلز، اللي تخص الاكاديميك رايتنج والفيتشرز بتاعته، اللي تخص اهم البارتس في البروبوزل. ولو في اي questions او answers I'm here. طبعا البرزنتيشن كله موجود باللينكس بتاعته، الناس تقدر ترجع لها. ولو ما فيش questions اتمنى ان الناس في question and answer تكتب لي ايه حاجتين اتعلمتهم او استفدتوا منهم session، وحاجة كنتوا تتمنوا تعرفوا عنها معلومات أكتر أو ما كانتش واضحة أكتر في السيشن. بشكركم جدا، وبشكر المودريتور سلمى، وبشكركم على وجودكم معي. شكرا جدا لحضرتك يا